السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي يكون خفيف ظريف إن شاء الله، ما غاديش يفوت 3 دقائق. غادي يكون فيه إن شاء الله غير لو ديالوج ديال لا كومونيكاسيون اك دو لونغاج يونيتي 3 سيمين 1 اي 2 اكسبليكي ان مود دومبلوا. لو ديالوج هو هذا، دونك بور كومونيكا اون فرونسي 5e اني دو لونسينمون بريمير، كومونيكاسيون اك دو لونغاج يونيتي 3 سيمين 1 اي 2 اكسبليكي ان مود d'emploi, c'est-à-dire une contexte. La maman Bouchra a acheté un nouveau portable et le montre à sa sœur Zineb et lui explique son mode d'emploi. D'accord? Donc, Naya, le dialogue qui est entre Bouchra et Zineb. Zineb ou bien Bouchra achète le téléphone. Vous savez, ou Barias, c'est Zineb qui fait qui a le téléphone. Vous savez, Bouchra. Regarde Zineb. J'ai un nouveau portable. Chouf Zineb. Andy, واحد portable li wesh did, واحد téléphone jdid. Zineb. Oh, il est beau. Quand l'as-tu acheté? Oh, إنه جميل. فوقاش شريتي؟ Bouchra. Je ne l'ai pas acheté. Ma chritouche. C'est mon mari qui me l'a offert. زوج ديالي هو اللي جابولي. Zineb. Peux-tu m'expliquer comment il fonctionne? واش يمكن لك تشرح لي كيفاش كيخدم؟ Bouchra. C'est très facile. سهل جدا. Il fonctionne presque comme ton téléphone. كيخدم بحال التليفون ديالك. Pour visualiser l'écran, باش نشوفو الشاشة، باش نشوف الشاشة، جابوي سور سو بوتون، غنبرك على هاد لو بوتون هاد، هاد الزر هاد، تو فوا، شفتي؟ زينب. إي كومون في تو أبخي؟ وشنو كدير؟ ولا كيفاش كدير من بعد؟ كون دي زابليكاسيون أباغيز سور ليكخون، منين كيبانو التطبيقات على الشاشة، تو بو شوازيغ سيل كي تو بيرميترا دو فواغ أو ديتوندغ سو كو تو بو. ديك الساعات كتختار لابليكاسيون أو بيان التطبيق اللي خصك وتبرك عليه. زينب، بو تو ليتيليزي بو فار دوطخ شوز؟ واش يمكن لنا نستعملوه؟ باش نديرو حوايج اخرين يعني التليفون. بيان سور بطبيعه الحال. جو بو فار دي ريشيرش سور انترنيت، يمكننا نديرو ابحاث في الانترنيت. جو بو اوسي انفويي اي ريسيفوار دي ميساج بار ميل، ويمكن لي ايضا انني نصيفط ونستقبل رسائل في الايميل. زينب، اسكيل بيرمي دو فار دي زاشا اون لين، واش يمكن لي ندير بهذا التليفون شراء عبر الانترنيت؟ وي طبعا، il suffit d'avoir un compte bancaire. خصو يكون عندك فقط واحد الحساب بنكي. زينب، ton nouveau portable est comme un petit ordinateur. الهاتف المحمول ديالك بحال الاورديناتور، بحال واحد الحاسوب صغير. il permet de faire facilement beaucoup de choses. يمكننا نديرو به بزاف ديال الحوايج بسهوله. بوشرا، وي، il fait partie de la génération des téléphones intelligents. بطبيعه الحال هو كيدخل في جينيراسيون، يعني في الحقبه ديال الهواتف الذكيه، لي سمارت فون اللي كنسميوهم بالانجلي سمارت فون. داكوغ، دونك هذا هو الفيديو اللي كان عندي اللي درت لكم فيه لو ديالوغ ديال لا كومونيكاسيون اك دو لونغاج اكسبليكي ان مود دومبلوا بور ليفري دابرونون اي دابرونونت بور كومونيكي اون فرونسي 5e اني دو لونسينمون بريمير. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.